جمهور القابليه من الجمهور، وان الجمهور جمهور، وانت كمسؤول او كاداري او حتى وانت قاعد هنا بتدير، كل واحد هنا الديتيلز بتاعتك ازاي بتتعامل مع الاربعه دول، ازاي بتتكلم مع الاربعه دول، دي فنيتك ممكن تطلع مننا حاجه على الهوا كلام مش كويس، وانت بتطلع احسن مننا وعارف كل واحد تخش لعماد ازاي، تخش الحازم ازاي، تخش الوليد. الاداره كده ازاي تتعامل مع لاعب، ولاعيبه النادي الاهلي معظمهم كانوا نص نص في المستوى. كابتن ايمن، انت كنت في يوم من الايام مسؤول في نادي الزمالك، عندك حسابات وعندك قراراتك والجمهور لا يحكم، وعندك ورق بتبص عليه وعندك قرارات بتاخدها من جواك، ولكن في النهايه يبقى جزء كبير جدا جواك ايمن يونس، والله على وجهه نظري يعني، ان انت دعم الجمهور ومسانده الجمهور حلو. انك ماشي صح بتفرق معاك كتير، وزوم الجمهور عليك واعتراض الجمهور عليك هيطلع لك قرار يا سيدي. دي واحده بس يا كابتن، الجمهور ما تحاولش تخلي الجمهور بيطلع قرار يا سيدي. ممكن الجمهور بيدعم، انا ما قلتش انا مش يطلع الجمهور، ما يطلعش يطلع قرار، بس انا اللي اطلع، بس احيانا احيانا بيضغط عليك، يضغط عليك في قرار يخليك تطلع. حبيبي اقول لحضرتك حاجه، حازم لا لا ما تقولش كده، حازم وخلاص. لا طبعا لا لا انا حاليا 2019 و2018 غير 2010 و2009. ايوه ايوه دلوقتي يا كابتن، الراي العام او السوشيال ميديا بتحرك ادارات كتيره جدا انها تاخد قرارات معينه، تمشي لعيبه معينه، وتعمل حاجه معينه، هو ممكن يبقاش هو مقتنع بيها كاداره بس بيعملها عشان يريح الراي. لا مش مقتنع بيها وبيعملها طبعًا. يبقى مش اداري، ما يقعدش على الكرسي. ماشي، لو مش مقتنع لا 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 عشان كده هو بقى هنا بقى انا اختصرت الكلام ده، الاداري بيبقى عنده خبرات المكان. هو انت انا بقول دلوقتي يا كابتن، ممكن انت كاداره تبقى شايف حاجه معينه، ولكن الضغط عليك حتة معينة كبيرة جدا، ممكن تمشي كلام الضغط ده عشان الضغط يقل عليك. لا لو انت مش مقتنع هيبقى غلط. لا لا لا، مساندة الجمهور بتقوي قرارك، هي دي الفكرة كلها، ان انت الجمهور. لكن لو انت دلوقتي السوشيال ميديا بقت مهمة جدا يعني في صناعة يعني القرار يعني. دلوقتي لما المدير الفني بيشتغل في النادي الاهلي والجمهور بيساند مجلس الادارة، ان يا جماعة لو انتوا واخدين قرار ان المدير الفني ده هيكمل بعد الخسارة 5-0 احنا في ظهركم، بيخلي المجلس الاداره. دي منطقه طب عواطف. انا اول حاجه اقول لك حاجه واحدة. في الموقف ده دي منطقه عواطف، ان الجمهور بيقول لا. انت هتاخد قرار تخلي لازارتي بعد 5-0 بيرفكت منطقه، اديني بس فرصه، بس انت اللي قلت ان هخلي لازارتي بعد 5-0. بس دي أيوة. واحده دي واحده أيوة. دي واحده بس فاهم. ممكن سؤال انت حضرتك، دي واحده بس، اتفضل. دي واحده يا فندم، دي واحده يا فندم، نقطه نظام اتفضل. انت حضرتك خدت القرار، بس حضرتك تخيل معايا وانت ملك التخيلات، انت خدت قرار وعندك هزيمه كبيره وخليت لاسارتي، دي مغامره رهيبه. اخلص معلش بس هو كابتن، انت لحد النهارده الناس بتقول لك لاسارتي مش عارف ده بقى بس اخلص بعد اذنك. نقطه نظام بس بعد اذنك، اتفضل يا فندم. مالكش دعوه بيه، والراجل عمل راجل مسالم ماسك كربطيته وعايش حياته. وفتحت التتش وجالك في التتش 20-30 ألف سندك وهتفلك وسند اللعيبه وسند لاسارتي، هتمشي وتكمل. فتحت التتش وجالك 20-30 ألف هتفوا ضده، تعمل ايه حضرتك؟ تستقيل وتمشي لو انت ليك قرار في الموضوع. انت اداري ولا حضرتك بتلعب؟ لا 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 طب انا لسه ما كملتش. لا هو الراجل ثانيه واحده بس، طب انا بس عشان أنا اكمل على كلامك. انا ثانيه واحده، انا لسه انا لسه هسال السؤال. انا اصل حازم بيقول ان السنه دي، وانا عارف وعذره باللي بيفكر فيه وفاهم. لا لا انا كلام في حته الاهلي في حاجه ثانيه خالص. مش بقى لا انا بتكلم على لاسارتي وموضوع لاسارتي، هو ما مشيش. الاهلي كان عنده مساحه من الوقت، لما خسر الخمسه كان هيمشي اكيد لاسارتي، بس ما عندوش وقت. انا كان في دوري بلس في حاجه بس معانا برضو، والله ما عارف. كارتيرون مثلا لما تيجي تبص مع لاسارتي، راجل وصل فاينل افريقيا مع لعيبه، مع احترامي زي ما قال وليد، كان سيف كوليبالي وناس غريبه جدا، وصل فاينل افريقيا وراجل لاسارتي مع لعيبه جد 150 مليون طلع من الادوار الاولى في افريقيا. طب ليه ليه ليه, ليه كارتيرون مشي؟ كان ضغط جماهير ان هو يمشي عشان الاهلي زي ما يكسبش البطوله فمشي كارتيرون، لكن ما يقدرش يمشي لاسارتي، لان كان مش همشي الاهلي عمره ما مشي. التوقيت وده اللي برافو عليك، وده اللي قاله الكابتن وليد. هي النظريه ان الضغط ممكن تفرق معاك في حاجه تعملها عشان معاك وقت، لكن معاك ثانيه ما يقدرش يعمله عشان معوش وقت، لكن برضه ممكن ينفذه. لو لاسارتي ده كان في اخر الموسم خسر خمسه من ساندرز اكيد كان هيمشي. بس ممكن بقى تكمله السؤال حته كابتن، تتمسك الاداره بالقرار خلاص، احنا كده مش مختلفين، الجمهور اعترض، تتمسك إدارة بالقرار. حتى ما تتمسك الإدارة بالقرار من وجهة نظر حضرتك، وأنا متفق شوية مع حازم إن التوقيت بيختلف، تتمسك بالقرار بتفق معك، مفيش نسبة نجاح حتى للي شغال غير بدعم الجمهور. المشهد اللي حضرتك إحنا شفناه السنة دي من جمهور النادي الأهلي ودعمه لإدارتها مشهد غير طبيعي. يعني ايه غير طبيعي؟ ان حضرتك النهارده يبقى عندك الفرصه انك تصلح وتاخد. في ناس اختلفت، وفي ناس قالت وفي ناس قالت مع الاهلي، وفي ناس قالت الاهلي وحش واداء وحش والمدير الفني لازم يمشي. كل الاراء اتعرضت. لا ناس في الاخر انت يعني هو اختصار انا برضو عايز اقول لك ايه، في الاخر اللي بيدير هو صاحب
القرار بتاع الاستمرار من عدم، هو النجاح من عدم. مظبوط يا كابتن، وهو اللي بيتحاسب على قرار. ما هو كان ممكن يقول هكلم لاسارتي وكان المفروض يخسر الدوري السنه دي ويبقى النهارده خسر افريقيا وخسر عرب وخسر دوري انا اقصد كان ممكن يبقى موسم كارثي. طيب. الجراءه دي والمراهنه دي مش بس جمهور. طيب. هو الجمهور بيحبك فبيساندك. تمام. الجمهور مصدقك ومقتنع بيه. لو طيب. وقتك خلاص خلاص. لا انا عايز اقفل باجابه سؤال في خمس جمل من حضرتك. نسبه مسانده الجمهور تمثل لك كام في المية من وجهه نظرك؟ في اي حاجه 50%، الجمهور 60%. دي حقيقه. تمام. بس قرارك كمان المقنع للجمهور، يعني الجمهور 60% وقرارك 40%. لا ولعبتك عندك 20% واضاءه. اكبر حاجه هو الجمهور. يعني بلا مبالغه ان الجمهور هو اكبر حاجه. تمام. بس انا صاحب القرار والجمهور ده بيحس بيك وبيستشعرك. انا بتاثر بالجمهور، بتفق معاك ان الجمهور هو عنصر مؤثر جدا في اي قرار. بس في الاخر انا مش جاي هنا بس عشان انفذ اراء ناس، انا عندي خبراتي وعندي قدراتي وعندي احساسي بنفسي وعندي قرار. فممكن ده يوديك في مشاكل وممكن ده يوديك. فهو انا اقصد ايه، نجاح اداره الاهلي انها رهنت على قرار قد يكون توقيته، قد يكون ما فيش حد كان مكان لسارتي، كان يكون ما فيش يقدروا يعملوا تبديله تانية. بس جراءه القرار طبعا هو ده بطوله. طبعا اكيد. نقفل الملف ده ونروح بقى نتكلم على الملف الفني، ونتكلم النهارده على لقاء الاهلي والزمالك. ده وصول فريق نادي الزمالك منذ قليل على الهواء قدامنا هو دلوقتي لاستاد برج العرب، واتوبيس النادي الاهلي وصل بالفعل. عشان اقفل الحته دي لازم نتفق على حاجه، ان موسم صعب جدا، موسم شاق جدا، منافسه اكثر من رائعه. الاهلي الزمالك بيراميدز موسم رائع للنادي الاهلي ونهايه موفقه. جمهور النادي الاهلي العظيم يستحق البطوله، لاعبته، الجهاز الفني، كابتن محمود الخطيب ومجلسه، زي ما قالوا الكباتن، الزمالك عمل موسم جيد جدا، ادارته الحقيقه يعني ما تهاونتش في اي حاجه. الموسم من الجانبين كان رائع، ولكن لاعبه النادي الاهلي تمسكوا بالامل، اقتنعوا ان هم ابطال الدوري الممتاز، قدروا ان هم ينتظروا البطوله. اعتقد ان هي هتكون الاغلى في تاريخهم نظرا للمشوار الطويل والمنافسه.